صباح الخير والأنوار عليكم جميعا. كنتمنى تكونوا بصحة وسلامة. اليوم في الصباح ارتأيت باش نخرج نصور لكم المنبع ديال عين أوربيع. هي عين واحدة أخرى كاين في بني ملال، تتبعد على داري تقريبا شي 3 كيلومتر. كي شفتوا في الفيديو اللي كانت فاتت صورت لكم واد أوربيع وهو حامل، يعني كيجي عين موسمي، كيجي في أوقات الأمطار وكيجي عاكر. بعد يومين ولا 3 ايام كيولي المصافي فيه قليل، ولكن كاينه عين دائمه الجريان سميتها عين أوربيع، هي اللي غادي نمشيو اليوم. لا فيديو جاتني طويله بزاف، حاولت نختصرها نسرعها. الا كان شي واحد باغي مهتم بالمنطقه يحاول يبطئ لا فيديو باش يشوف بشويه. كاينه كذلك كاينه نقط في الطريق اللي هي غير معبده الطريق فيها، وكانت صور شي شويه فيها متدبدب وزاد بالتسريع زاد بان مدبدب بزاف. المهم غادي تعذروني في التصوير وصافي، وشكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم معايا، وكنتمنى تعجبكم المنطقه. كذلك غادي نشوفوا في الاخر ديال لا فيديو واحد السد تلي، بقاو معايا حتى تشوفوا لا فيديو.
كي كتشوفوا هنايا هادو هما الينابيع اللي كيخرجوا مع الشتاء، كيكونوا عي موسميين. هاد البلايص كلهم كيوليو ينابيع ديال الماء. هنايا هادي اكيد يلا جفات، كنشوفوا هنايا عاوتاني، وكاينين بلايص اللي باقي الماء خارج منهم. كي شفتوا النحل هنا ما بانش لكم، كان كتير النحل. هاد البلاصه كلها كيكون واصل ليها الماء ملي كتكون الحمله، ما تقدرش تدوز من هنا. حيت جينا واحد المره ما قدرناش نقطعو، كان الماء مجهد بزاف، الصبيب ديالو قدر يديك الا دخلتي ليه. كاين دابا هنا الماء تراجع، كي شفتوا الماء صفى، داكشي اللي بقى قليل ها هو صافي رقراق. شوفوا الغطاء النباتي هنايا، هذا هو هذا الكاكتوس اللي كتشوفوا فوق هذه البلاصه، هذه الجبال هادو. هذا بيبان لكم الكاكتوس، هذاك هو الزقوم، كنسميه الزقوم ولا تيشيوت بالشلحه. العسل ديال هذه النبته، ديال هذا النور، ديال هذه النبته تيكون غالي بزاف. كتشوفوا هنا قدامكم السد التلي، هذا هو السد التلي ديال اوربيع. غنصور لكم عمل البحث حيت بعيد شويه، هو بصح ما قدرش نمشي حتى لتم، فيه شي اطفال تما تيعوموا، ما غاديش يبانوا لكم. كي كتشوفوا الدنيا خاويه في الطريق وفي هذه المنطقه، الدنيا خاويه كاع الناس داخلين ديورهم. هذه هي النبته اللي قلت لكم سميتها الزقوم، هذا هو الغطاء النباتي اللي طاغي هنا في هذه البلاصه. بزاف الناس كيجيبوا الصناديق ديال النحل كيحطوهم. شفتوا هنا الاطفال كيعوموا. هاد البلاصه دابا كاع رجع منها الماء، وصلت الحمل. هاد البلاصه شفتوا المجموعه ديال الفراشات هنايا، انا هبط معكم دابا العين، عين اوربيع. هاد العين في زمان كانوا ما نعرفوش باقي هاد العاده كاينه ولا لا، كانوا كيجيبوا العريسات كيجيبوهم يلوحوا التمر هنايا في هاد العين. راه كيبان لكم الصور ديالها، راه بعيده، دابا نزلوا ليها ندورين على الصور. هي في الاول ما كانش فيها هذاك الصور، حنا نازلين لها دابا باش نشوفوها. هي اللي داير عليها الصور اللي هي هاديك، هي عين اوربيع. هذا هو الصور اللي داير بالعين، انا غنمشيو تنطلعو عليها.
هذه هي العين. هنا كنحاول نشد واحد الليزر. هاو ها إذن هذا هو راس العين، البلاصه فين ما يضل الكرمه لتحت، من تحت هاد الصخره هذه كيخرج الماء هنايا. ها ما بانش مزيان، شفتو خرج الماء من تحت هاد الصخره الكبيره، حيت يلا حامل دابا يلا كانت الشتا الماء كيبان فيها عاكر، كانت الحمله دابا داكشي علاش. هاد الماء ديال هاد العين كيعتمدوا عليه بزاف في الري. كنتمنى هاد الخرجة تكون عجبتكم واستمتعتوا بها، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. خليكم الراحة.